السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا الجو حر جدا وكل شوية محتاجين حاجة ساقعة ومسكرة، حاجة كده شبه الايس كريم. النهاردة بقى انا عملت افتكاسة كده وهي في التلاجة حاليا، نفس الطريقة دي بس عملتها بعصير مانجا، سمرتين مانجا وضربتهم في الخلاط، حطيت عليهم معلقتين نشا تمام وقلبتهم على النار لغاية ما تقل قدر القوام معايا، وصفيتهم في تلات بلاط زي دول كده، 3 كاسات، وحطيتهم في التلاجة. وقلت أعمل مع حضراتكم اللي هي التحلية العادية اللي هي بالكاكاو بالشوكولاتة، يعني تبقى بالشوكولاتة تمام. أنا معايا هنا 1/2 كيلو لبن، هضيف عليه 2 معلقة نشا أو أقل من 2 معلقة، يعني ممكن نحط 1.5 معلقة تمام. انا حطيت على عصير المانجا 2 معلقة لان الكميه كانت اكبر، وهضيف 2 معلقة كاكاو، بس اهم حاجه يكون الكاكاو فاتح عشان يطلع معاك اللون حلو، بلاش الكاكاو النوع الغامق تمام. وهقلب، اول ما يدوبوا معايا خالص هعمل ايه بقى، احطهم على النار واقلب فيهم برضو، ما ارفعش ايدي، اقلب، افضل اقلب فيهم لغايه ايه ما يخلص بقى خالص، لغايه ما يتقل خالص ويبقى تمام. اللون فاتح معاكي زودي كاكاو كده، انا هحط زي كده يبقى 3 معالق ماشي، وهحطه على النار بقى. شايفه اللون كده تمام معاكي؟ خلاص مش تمام تزودي كاكاو. هقلب بقى وهقلب كمان بالمضرب عشان يدوب معايا بسرعه، برفعهم على النار وارجع لكم تاني، واجيب معايا بقى الصينيه اللي انا عامله فيها ايه المفاجاه بالمانجا. مفاجاه بالمانجا كده. خلاص انا خلصت. بصوا القوام بتاعي اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي تمام. ودي طبعا الافتكاسه بتاعتي اهي تمام، بس لسه طبعا ايه ما جمدتش، انا لسه عاملاها قبل دي على طول، قبل ما اصور لكم دي على طول. تمام على فكرة اللبن اللي عملت بيه الوصفة الكاكاو دي لبن. بصوا كده يا جماعة، ده الشكل النهائي، اللي حابب يزود طبعا يزود براحته. اللحم ده كده عم مشي، كده خلاص خلصت، جاهزة للأكل طبعا. بس انا المانجا لما عملها قبل الشوكولاته فيعني مسكت نفسها. بص عامله ازاي، دي بقى لسه قدامها حبه. بصراحه انصحكم تعملوا، او على رايي الشخصي الاوفر لينا المانجا ولا محتاجين لبن ولا محتاجين نشتري كاكاو ولا نشتري لبن، هو عصير مانجا بس، وبتضيف عليه النشا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي بقى انهي احلى، المانجا لرأيي انا، دي الافتكاسة بتاعتي انا، الاختراع بتاعي انا ماشي، ولا الوصفة العادية اللي هي بالكاكاو. قولوا لي رايكم، اشوفكم الفيديو الجاي، وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل كيكه بالمانجا باذن الله، يعني اللي هينزل بعد الفيديو ده على طول. وعلى فكره ما قلتش مقادير السكر، لان السكر حسب التحليه، كل واحد بمزاجه. يلا شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي.